أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة التغيير، ملف جديد لهذه الليلة. الموت في حياة العراقيين صار عادة، وكما يقال تعددت الأسباب والموت واحد. في كل لحظات موت محرجة نقف بحيرة وصمت مطبق رهيب، ليش هذا اللي يصير؟ وليش ماكو حساب؟ ذاك اليوم في سنجار، إلى الآن كل اللي صار لجان تحقيقية، إلى الآن المقتول راح إلى رحمة الله والقاتل حر طليق، ودائما ما نذهب إلى أن نقدم أعذار ونقدم شماعات ونقدم تحليل ونقدم هذا ونقدم ذاك، وما نقدمه لا نقدمه قبل الكارثة بل نقدمه بعد الكارثة. وشنو اللي يصير؟ الكل محمي إلا دماء العراقيين فهي مباحة أمام الجميع. لم تخف أوجاعنا من قتلانا الذين هربوا من الحر الشديد في سنجار حتى يأتينا موت آخر بالقطارة. قضية القطارة أنا اختاريت هذا التوقيت ليناقشها لأن عندي موضوع أريد أوصل إليه. راح أشوفكم تقرير عرضته قناة التغيير قبل سنة، ومن خلال هذا التقرير راح نرجع نكمل. انطوني التقرير يا شباب. إحدى الأماكن التي يقصدها العديد من المواطنين للسياحة الذين عبروا عن امتعاضهم جراء المبالغ التي يدفعونها للدخول في هذا المكان. رحمة لوالديكم، قراجية 3000 دينار واقف بالصحراء، قراجية 3000 دينار، كربلة بشارع ميثم التمار قراجية 2000 دينار، 2000 دينار، زين أنا أجي من كربلة، كروتة 25، لمن ياخذ من عندي 3000 دينار وأفوى البنزينات ب 10000 دينار، يعني والله ساق الجهال ما أخذ. الله امان الله ارجع فارغ اخذ بالله يرضى، يعني هي قاع فارغه اخذ لي 1000 دينار. اصدار وصولات لجبايه الاموال تحتاج الى موافقات قانونيه لمعرفه الجهه التي تذهب اليها وفق لوائح قانونيه وشرعيه. من خلال يومين بذرت على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى كثيره من المواطنين بخصوص قطاره الامام علي عليه السلام، وكان حقيقة هذا مختصر بساحة وقوف السيارات اللي تجبي من كل زائر مبلغ 3000 دينار بوصل رسمي. على أساس اللي جرى السيد المحافظ وجه بكتاب رسمي عاجل وعلى الفور إلى مقام قضاء الحر لإجراء التحقيق بهذا الجانب ومعرفة الجوانب القانونية والرسمية لهذه الإجراءات اللي متخذة من قبل المزار في قطارة الإمام علي. تأهيل الطرق وتوفير أماكن للاستراحة وصرف رواتب الموظفين العاملين يحتاج إلى أموال كثيرة، بالوقت الذي يؤكد به أمين هذا المزار السياحي أنه لا ينتمي لأي جهة حكومية، واستقطاع رسوم الدخول تذهب لخدمات هذه المنطقة السياحية. أولا هذا المزار لا تابع لا الوقف الشيعي ولا تابع أي المزارات، هذا أنا متبرع وبعض الذي الله أكرمهم أن يساعدوني بهذا المكان، قدمنا هذا المكان، بنينا هذا المزار، قدمنا هذه الأشجار وهذه ساعدتنا اللي الله وفقهم إن شاء الله، قدمنا بالنسبة للمكان ب100 موظف رواتبهم كلها على نفقتي الخاصة، الماي والكهرباء أدفع شهريا للدولة، تجيني الوصولات مال الكهرباء بالشهر، المي جاي أدفع بالشهر مليون، شهريا أدفع مليون لدائرة كربلاء. وبالنسبة للكهرباء تجيني الكهرباء مرات تجيني مليونين، مرات مليون، مرات 3 ملايين، مرات 4 ملايين، يعني حسب الصرفيات. فالمكان يحتاج خدمة، يحتاج تطوير، يحتاج احنا جاي ناخذ من الزائرين اللي الله يوفقهم ان شاء الله، نقول ان شاء الله ويقضى حوائجهم. فالشي بسيط تافه جدا ان 3000 دينار قراجية مو هم قراجية، وانما الخدمة اللي جاي نقدمها إلى أحد الأماكن التي يقصدها العديد من مختلف المحافظات العراقية
للسياحة والاصطياف. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير. مشاهدينا الكرام، عندي مجموعة ملاحظات أقدمها إلى الدولة وإلى المحافظة. هذا التقرير عرضته قناة التغيير لمراسلنا جاسم الهميم قبل سنة. أشار هذا التقرير صراحة أن هذا المكان لا تابع للوقف السني ولا للوقف الشيعي ولا للمزارات الدينية ولا للعتبة الحسينية ولا للعتبة العباسية. المستثمر اللي طلع أمامكم قبل سنة في قناة التغيير يقول أنا متبرع، زين المحافظ ما شافه، رئيس المجلس ما شافه، سيادة رئيس دولة الوقف الشيعي ما شافه، العتبات الدينية ما شافته. لنطرح السؤال، بابا انت شنو متبرع ابو الوليد؟ زين المتبرع ممكن اكو صندوق للتبرعات وانت من اهل الخير تخليه، لكن متبرع وتاخذ مكان اثري وتاخذ مكان تاريخي وتاخذ مزار وتقول اقدم خدمات. هسا انا بعدين اجي على قضية الخدمات المقدمة. اذا هذا الاعتراف وهذا عدم الاهتمام من السادة المسؤولين في المحافظة وفي الوقف الشيعي هم الذين يتحملون مسؤولية هذه الدماء التي أريقت. زين أنا باكر هم يجيني واحد متبرع ياخذ له إمام، واحد ياخذ له معلم، واحد ياخذ له آثار تحت عنوان متبرع، يدير يبني يجبي. قالوا لكم هذه وصولات قناة التغيير، قالت لكم هذا المستثمر أصدر وصولات بغير وجه حق. السيد المحافظ السابق عقيل الطراحي وجه بتشكيل لجنة، ورا اللجنة الوصل اللي كان ب3000 صارت السيارة الكبيرة ب5000 وهو ب3000. شلون مرت وقعت الكارثة؟ لأنه أنتم ما تتابعون الإعلام، ما تهتمون بالمعلومة، ما تهمكم حياة الناس، والآن يجب أن تحاسبوا جميعا. وهذا التقرير من قناة التغيير هو الدليل الذي نضعه أمام القضاء والمختصين وعوائل الضحايا. أننا قد قلنا من سنوات أن هذا المزار والمكان الأثري يمتلكه شخص لا علاقة للدولة به بشكل رسمي، أما العلاقات الجانبية والعلاقات الشخصية والطمطم وانطيني وانطيك هذا ما يكشفه التحقيق. لأنه معقولة على مدى هذه السنوات من 2014 لل 2022 الوليد يشتغل مستثمر لحسابه بدون دولة؟ ما معقول هذا، ما معقول هذا. ولذلك راح أناقش في هذه الحلقة ليش وقعت القطارة وليش مراسلنا تعرض إلى المضايقات بعد نشر هذا التقرير. هسا المضايقات، التهديد، الدعاوي، ذني كلهن تعلمنا عليهن. لكن إلى الذين يقولون لا يعرفون، نحن قدمنا من خلال هذه الشاشة قبل سنة المعلومة الحقيقية أن هذا المكان تشوبه الكثير من علامات الاستفهام، لكن الولد ما يدرون، لأن يبدو هنالك اتفاقات على القضاء أن يفضحها. هذا الملف، هذه الليلة سأناقشه مع مراسلنا من محافظة كربلاء الأخ جاسم الهميم، وأيضا سيكون بجانبه شاهد عيان اللي هو السيد حيدر هادي، وأيضا سينضم إلينا مراقب سياسي من محافظة كربلاء دكتور حميد الهلالي. حياكم الله ضيوف الكرام. بداية سيد جاسم الهميم،
بعد التحية والتقدير لك وللسيد حيدر هادي، أنا أعرف أنه كان المفروض أن تكون بالقطارة، لكنه السادة المسؤولون يعني بعد ما سسمة تربات أصبحت القطارة الآن ممنوعة، فأنت الآن أعتقد أمام دار الضيافة بالمحافظة. هذا التقرير الذي نشرته قناة التغيير على من خلال ما قمت به من جهد إنساني رائع، أنه هذا المستثمر لا تابع لأي جهة حكومية، ماكو قضاء دز عليك، ماكو محافظ دز عليك، ماكو مجلس محافظة دزت عليك، ماكو مزارات اتصلوا بك حول هذا التقرير. نعم أهلا وسهلا بك. بالحقيقة عندما عملنا هذا التقرير كانت هناك مناشدات كثيرة من أهالي محافظة كربلاء على أنه نذهب لهذا المكان وأيضا ننقل معاناتهم، كون الأهالي يذهبون لهذا المكان ويدفعون وصولات لوقوف السيارات. وجهنا بعدم سماح لنا بالتصوير داخل القطارة. هناك طرق استخدمناها واستطعنا أن نأخذ بعض اللقاءات من داخل القطارة، كون هناك حراس أمنيين تابعين لهذا المزار منعونا من الدخول والتصوير لهذا الأمر، ونحن وضعنا الأمر الواقع أمام المسؤول القطارة حجي محسن، ويعني اضطر أن يتكلم معنا عبر هذا التقرير. بالحقيقة بعد ما أنجزنا هذا التقرير لم تتصل بنا أي جهة حكومية أو دينية حول ما جرى بهذا التقرير، ولحد هذه اللحظة بالعكس إنما تعرضنا لمضايقات عمل ومنعت شخصيا من التواجد بقطارة الإمام علي منذ عمل هذا التقرير. سقطت بها هذه الصخرات الترابية على هذا المكان. طيب جاسم، جاسم الآن احنا نتحدث بوجع، لأنه هنالك ضحايا. التقرير سبب لك مشاكل، من هي الجهات التي قامت بمنعك المعاودة لمتابعة الموضوع كاستقصاء للوصول إلى الحقيقة؟ المستثمر، المحافظة، الوقف، المزارات، من الذي مارس عليك هذا الضغط لتصل إلى الحقيقة؟ نعم بالحقيقة يعني الضغط اللي كان من صاحب القطارة بنفسه، يعني بلغ انه الجهات الأمنية اللي كانت متواجدة بذاك المكان والإعلاميين والمسؤولين على الإعلام بعدم تواجدي داخل قطارة الإمام علي وعدم دخولي لهذه المنطقة، ويعني سيعطون أخبار ان تواجد بهذا المكان. ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة دخلتها عندما سقطت هذه التلال الترابية على مزار أو ما يسمى على موضوع معين، أنه صاحب هذا الاستثمار كما يدعي أنه وجد هذا المكان واستثمره وزرع النخيل وكمل البناء وكل تفاصيلها. سؤالي يوجه ايضا من خلال هذا البرنامج ومن خلال حضرتك، ان في يعني ممكن لاي شخص او مواطن او مستثمر بامكانه انه يتوجه الى حصن الاخيضر بمحافظة كربلاء وجعل فندقا سياحيا لكل ابناء محافظة كربلاء او خارج المحافظة، وايضا يضع الغرف وايضا يؤثث وينجز هذا لافته. أخ جاسم الأمر إلى باعتبار أنه هو هذا استثمار. أخ جاسم خليني أروح للدكتور حميد الهلالي وأرجع لك حتى أتحدث مع الأخ الشاهد. دكتور حميد الهلالي السلام عليكم. استمعت إلى التقرير الذي كانت قد قدمته قناة التغيير قبل سنة، وباعتراف صاحب القطارة أو المتبرع للقطارة يقول أنا ما تابع إلى أي جهة حكومية وأنا متبرع، في حين أن هذا المشروع كان قد تم افتتاحه رسميا عام 2014 من كان عقيل الطراحي هو المحافظ. ماذا يعني هذا؟ الآن أمام دماء واتضح هذا الذي اتضح، وكنا قد قلنا هذا، هو يقول لست تابعا، إذن كيف المحافظ افتتحه رسميا؟ نصيل التلفزيون دكتور حميد. تحياتي لحضرتك وتحياتي الكادر قناة
التغيير وكذلك الى مشاهدي الاعزاء ولا الاخوه الاعلاميين الاستاذ حيدر والاستاذ جاسم. الحقيقه احنا مشكلتنا الاساسيه انه نتحدث عن الحدث بعد ما يحدث، وهذا سبب مرده بالدرجه الاولى انه احنا ما عندنا قدره على الاستشعار، ما عندنا قدره على قراءه الاشياء، على استشراق الحدث، ولا هذا الصرف اللي هو بدءا عباره عن بركه كانت يعني لا تستغل هذا الاستغلال الكبير، وانما كانت مكان ترتقي عند الرعاه، ثم تحولت الى استثمار وتوظيف للدين، توظيف بشع حقيقه. دلاله على ذلك انه حتى جامعه كربلاء قدمت دراسه، ودراسه قد تكون هامه جدا، وهذه الدراسه اشارت الى انه هذا الصرح قد يتعرض للانهيار في اي لحظه، كون هي طبقات صخريه تقف على طبقات جبسيه مقابله للذوبان بالمياه بالانقاض. عموما كل هذه الاشارات سببها ومردها الاساس انه لا توجد قيمه لحياه البشر، حياه البشر في العراق كما ذكرت انت تعددت اسباب الموت، انا اقول تعددت اسباب الفواجع. فواجع في سنجار، فواجع في العباره، فواجع في القطاره، والنتيجه واحده. دكتور حميد، المشكله الاستثمار له شروط. دكتور حميد، وبالتاكيد هذا الاستثمار كما يذكر الاخ انه استثمار، من هي الجهه اللي انطت الاستثمار؟ ما هي الضوابط اللي عملت؟ كيف هو من استثمار؟ هو مؤجر من البلديه وليس استثمار. الاستثمار يختلف عن الايجار. هو دكتور حميد تسمعني الان؟ استغلال خارج الضوابط، والدلاله على ذلك انه الطاقه التحميليه والقدره اللي يتحملها هذا المزار حقيقه لا يستوعب هذا العدد الهائل، وصل العدد الى انه الالاف يؤمون هذا. دكتور حميد لا تسمعني، انه هاي كلها مبالغ وكلها ارباح وكلها ساحات. دكتور حميد، وبالنتيجه هذا الجشع المالي، هذا الطمع، هذا الاستغلال البشع للبشر، هذا حقيقه هو اللعب على البشر، على الناس، على دكتور حميد. دكتور حميد اذا تسمعني الان، الاستغلال وصل الى بناء حدائق وتعمير مطاعم وغير. دكتور حميد تسمعني الان؟ دكتور حميد تسمعني الان؟ الان بديت اسمع بعد. يعني انا الان اتحدث معك ليس باطار الوصف، انا اليوم اتحدث عن جريمه راحت بها ناس. الجريمه الان من يتحمل هذه المسؤوليه؟ المستثمر يقول اني ما متعاقد مع الدوله، المحافظه هي التي افتتحت المشروع. معقوله عقيل الطراحي انطى هذا كله، او المحافظه او لجنه الاستثمار او المزارات الشيعيه او الوقف الشيعي، كلها ما كانت تدري لو اكو اتفاقات بحصص؟ نعم، يعني يبدو انه احنا الان فقدنا الاشارة مع الدكتور حميد الهلالي. عيني اخ جاسم، انطيني السيد حيدر هادي على الجو اللي هو شاهد عيان. نعم. حيدر سلام عليكم. اهلا بك يا حيدر هادي في برنامج. نعم حيدر، لو تطلعنا على ما شاهدته بقطارة الإمام علي من ناحية وجود الماء، من ناحية أسباب اللي أدت لسقوط هذه التلة الترابية، هل هذا الموضوع كان متسبب بصاحب المزار أم هذا حادث عرضي أصبح بسبب سقطة هذه التلة الترابية؟ طبعا مساء الخير عليك وعلى الأستاذ نجم، أتمنى تعطيني وقت حتى تتوضح الصورة للرأي العام. أولا أنا يعني عملت تقرير ب 2017 عن آلية الجباية جاسم، وعن الخلل الموجود، هي هاي أرض ترابية وصخرية، ما من المعقول ومن الممكن أن تنشأ على هذه الأرض المتحركة والرخوة أي بناية. بالتالي هاي الحقيقة وهاي الأدلة من أتمنى أستاذ نجم أيضا يسمعها جاسم، خلي الضيف يدير وجهه على الكاميرا. الكل متورط، يعني مجلس محافظة كربلاء اللي كان موجود كله كان متورط بهذه القضية، إلا عضوة مجلس محافظة واحدة هي ست بشرة اللي طلعت وياها بالتقرير ورفضت. الكل كان متعاون وخصصوا 150 مليون دينار لبناء هذه القطارة، وصار افتتاح رسمي، والحكومة المحلية كلها كانت حاضرة. هسه الكل تنصل من المسؤولية،
الكل متورط. انا قبل يومين اتصلت ويا احد المسؤولين من الحكومه المحليه، انا حيي قال احنا كل احنا متورطين، قال ما اقدر، انا ما اقدر اطلع بالتلفزيون واخدع الناس، كل احنا وافقنا وامرنا بتنشيد هذا المكان. هاي نقطه. القضيه الثانيه، انا راح صورت الصوندات، الموضوع عباره عن خدعه. يعني يقول ان شاء الله عسى هبخت هذا الاعلام اللي صور. انا بس اسال سؤال، هي صخره وتطلع مي على عيني وراسي، زين هاي الصخره تطلع مي، تطلع من فوق لفوق، من فوق الرطوبه، والدفاع المدني من فوق يقولون هاي رطوبه، زين ادري هاي الصخره بها تربان تعبر مي. اخ حيدر، يعني ايش وقت تبقون تضحكون على عقول الناس بهاي الطريقه؟ اذا تسمعني، المي دي يبيعوه البطل بخمس ملايين. اخ حيدر، عفوا، البطل بخمس الاف دينار. نعم استاذ مجد. حيدر اذا كل محل بمليون دينار. فالموضوع كله عباره عن فساد. كلمك استاذ نجم. نعم. حيدر على انت اي نعم انت الان استاذ نجم، اول شيء تحياتي لك ولحضرتك والكادر العامل. نعم. بقناه التغيير. نعم. هاي الحقائق لازم انه الناس تعرفها. انا اريد بحقيقه، يعني هم عايشين على الخديعه، يجيبون يخدعون الناس. اصلا هي عيني. صخره، احنا من اهالي كربلاء، وحتى الزميل. نعم. جاسم جيلك سؤال. نعم. الان انت اللي صورت الصوندات مالت المي اللي تجي وبعدين ينباع البطل بألف أو بخمسة آلاف دينار. هذه الصوندات، هذا الماء الذي يأتي بهاي الصوندات، هذا مسحوب من القطارة، لو هي خدعة ماخذين من الإسالة. نعم طبعا تحية من الأستاذ نجم لك. صوندات اللي صورتها أنت موجودة، الماء اللي يعطى حاليا للجمهور هو من الصوندات. من الصوندات لو من الصوندات، المشكلة من الصوندات. هي حسب الرواية هاي أرض، زين احنا الكل يعرف انه الرزازة ناشفة. قبل من كنا نروح للرزازة ننزل يم القطارة بعد 50 متر لحد النخلة، لحد معمل التعليب، هاي المسافة انه هاي الرزازة ونروح نسبح. يعني مي مالح، وهي أرض كبريتية، يعني مين جابوا هذا المي الحلو ودي يعبون الناس بالابطاله؟ هاي بهاي الطريقه دي يخدعون الناس، قالوا انه هذا المكان، هذا الماء مقدس. وبهاي الطريقه انا قلت لك الكل متورط بهاي القضيه. زين سؤال اخر، نقطه جدا مهمه، انه هي مجرد صخره. اول شيء راح جاب ضريح، استاذ نجم جاب ضريح، سوى ضريح وسوى علاقات، سوى علق اصفر وعلق سماي وعلق احمر. زين هاي العلاقات شنو؟ سوى ضريح السبايا، وهسه بعد ما صارت هذا ضريح السبايا شنو هذا؟ ما له دور، هي صخره. هي دي يقولون انه الفكره الرئيسيه بالتاريخ بالراوندي وبالطبري بالتاريخ، يقول إن عندما الامام علي عسكر وفات راح لمعركه صفين، هو مو منا فات، فات على ماروخ التاريخ. قد صخره، زين ماكو مشكله، صخره وهاي الروايه صحيحه وحتى هاي الروايه ضعيفه. زين مين جا الضريح؟ ضريح مسوي لي علاقات. زين هسه من صار الانهيار رحنا بالتصوير نشوف، تفاجئنا مسوي صومعه الراهب وهم يجمع تبرعات. زين هاي صومعه الراهب مين؟ تروح لي قدام ضريح السبايا. السبايا شنو علاقتها الامام الحسين بغير واقعه، بواقعه الطاف، هاي بحادثه الامام علي مال واقعه الصفين. فالموضوع عباره عن خدعه او بدعه او اوعيه للضحوك على والضحك على عقول الناس. الصونده شفتها مرابطيها بتانكي وجايبيها ونازله، جاي طبعا عندي صور بعد فيديوهات انه موجودات. اكو بعد بوري مربوط، هسه اعطيك اياه، اكو بوري بعد مربوط هم نازل بنص الشق، يعني مجموعه بوري. شو يسوي؟ هي عاده العقل يشوفها، انت تجيب لك صنده مال مي وخليها على مكان، خلي الذب 6 أشهر 7 أشهر، هم صار لهم 10 سنوات يذبون، فتلقائيا يقوم تنقط. فاول يوم صور فيديو بالقطاره او هاي الصخره المباركه، زين ما يخالف صخره مباركه تطلع مي من جوا. زين حيدر، هاي الصخره بها واتر بام. حيدر نعم استاذ نجم اسمعك. الان انت نعم. تقول انه اعترفوا لك مسؤولين بالحكومه المحليه كلنا متورطين بهذه القضيه. زين هذا المستثمر حجي محسن او حجي محاسن، بحكم علاقاتك من اللي واقف بظهره او شنو علاقته بالمحافظ القديم عقيل الطراحي اللي افتتح له المشروع؟ نعم بالحقيقه انه اريد نستفسر عن موضوع حج محسن، من اللي دعمه اللي مخليه لحد والقطاره انفتحت ولحد هذه اللحظه لا محاسبه. احسنت على السؤال. طبعا استاذ نجم احييك على هذا السؤال، انا ذكرت لك قبل قليل انه مجلس المحافظه صوت بالاجماع، رفعوا ايديهم، خصصوا مبالغ. بالمناسبه احنا الان بالقرب من دائره كهرباء كربلاء، يستطيع الزميل جاسم باكر يروح لدائره الكهرباء ويسالهم. انا بال 2017 من رحت سويت تقرير قالوا مطلوبين 3 مليارات كهرباء، اجور كهرباء موطين. هسه استاذ جاسم اذا يروح يسال ما اعرف ايش قصد، ما سددوا.
فمجلس محافظه هو سوى لهم غطاء وبلط لهم، والحكومه المحليه بلطت لهم، والدوائر الموجوده معنيه هم دعموهم. انا اسال سؤال، اليوم الكل تنصل على القطاره ماكو، زين الشرطه الاتحاديه مسوين ابراج مراقبه وحامين القطاره، شلون يجوب كيفهم؟ انا اليوم اريد اجيب لك الثاني شفتنا صار عندنا شويه مشكله، صار لنا ساعه نخابر عن نجده وما نزل هسه رجت النجده، زين فوج كامل او لواء كامل من الاتحاديه يحمل القطاره ومسوين سيطرات ومسوين جوا حرس وقراج وجباية وبلدية والزراعة والري، شلون هذول كلهم يدرون؟ كلهم يدرون. أنا بداية الحديث قلت للأستاذ نجم إنه الكل متورط والكل تنصل. ليش الكل تنصل؟ من ماتت الناس عرفوا. طبعا هو الرجال مو مذنب، هو الرجال مو مذنب، هو لو من البداية مانعي وقال له تفتح ما يفتح، بس هم قالوا له عافية بارك الله بيك روح احنا وياك ورطوه خلوه يفتح. هو الرجال مذنب. اليوم المذنب من أعطى الحج محسن الموافقة، ومن مد له كهرباء، ومن أعطاه ماء، ومن حوله. اليوم الوقف الشيعي يقول احنا ما لنا علاقه. انا اعطيك هاي معلومه حصريه، عضو مجلس محافظه كان بكربلاء ابن استشار للوقف الشيعي، المستشار في الحكومه المحليه للوقف الشيعي، هو جاب للموافقات. الوقف الشيعي ايضا متورط. زين هاكم موافقات من الوقف الشيعي، المتولي شرطك صوره ويا ابو القطاره، هاكم موافقات من الوقف الشيعي الان المرجعيه طلع يعني كانت هناك موافقات من الوقف الشيعي، موافقات شوف الصور على الديزني كل الاستاذ نجم منه والفيديوهات، ممثل المرجعيه واقف طاق صور وياه. زين الوقف الشيعي كان من كان مجالس المحافظات، كان ابنه هو مستشار بالوقف الشيعي للحكومه المحليه، هو جاب الموافقات لعد جاري لهم مي وجاري لهم كهرباء ومطلوبين 3 مليار بدارة الكهرباء، باكر روح واسال. زين زين انا اشكرك حيدر. هذا سؤال موجه من استاذ نجم للقائد العام للقوات المسلحه ولوزير الداخليه عثمان الغانمي، من اعطى اوامر بوضع الشرطه الاتحاديه لحمايه المنطقه؟ ايضا حشد موجود. بالمناسبه امن الحشد تتذكر قبل 4 أشهر من دزونا خبر ورحنا صورنا من لقوا اعتدى واسلحه بداخل القطاره، صح ولا لا؟ طيب انا اشكرك حيدر. كلها ما تدري دوله وعلم وكلها اشكرك حيدر، بس من الناس ماتوا قالوا والله احنا ما لنا علاقه. انا اتمنى تلبسون حيدر اربيس جاسم، اتمنى تلبسون حيدر اربيس حتى اقدر اتحدث معه بشكل مباشر. الان دكتور حميد اذا عاد لنا مره ثانيه. دكتور تسمع؟ تفضل استاذ. الان يبدو انه الان هنالك جرائم في هذا الموضوع. اولا هذا موضوع السوندات المسحوب ويباع ماء بألف الى 5000 الى المواطنين، قضية هاي العلاقات اصفر واخضر واحمر، هاي قضية ثانية. القضية الثالثة هذا الموقع مصنف موقعا اثريا، كيف المواقع الاثرية تمنح لمتبرع او تمنح لاستثمار؟ دكتور حيدر، دكتور حميد. العفو استاذ نجم، يعني بالتاكيد اكو كثير من الاشكالات تثار حول هذا الموقع. اولا الموقع لم يصنف لا تاريخيا لا اثريا ولا يصنف دينيا، وانما كانت عباره عن بركه، عباره عن موقع يعني كان يعني عندما يبتعد مثل ما ذكر زميلي حيدر 50 متر عن الرزازه ملتقى للرعاه، ملتقى لصيادين الاسماك. وبالتاكيد هذا الاثر كشف بال 1960 استاذ نجم، لم يكن معروفا في منتصف الستينات عندما اكتشفت عين التمر والمرقد السيد احمد بن هاشم، تم التعرف على هذا المرقد وهو من ضمن الكرامات. الروايات ضعيفة بحقه. هل هذا يعني المرقد حقيقي يا أستاذ حميد؟ المرقد حقيقي مسجل من ضمن مزارات الوقف الشيعي العتبات المحافظة؟ لم يسجل ضمن مزارات الوقف الشيعي ولم يسجل ضمن العتبة، وأني أستغرب من كل الإجراءات اللي اتخذت. طبعا كل الإجراءات اللي اتخذت أنا ما صورناها بسونية، ولكن أني هو هذا اللي أسأل عنه ويسأل عنه كل عراقي وجنابك والجميع، أنه كيف عملت كل هذه، صوت في مجلس المحافظة وأرسل إلى طبعا زود بالماء وزود بالكهرباء وعبد الشارع الواصل إلى وأمن من خلال الشرطة والجيش، وهناك وحدة ثابتة حقيقة، وبقية الخدمات كلها جهز بها هذا الموقع. يا ترى هل عبر هذا الشيء على كل هذه الجهات؟ كل هذه الجهات لم تستطيع أن تكشف حقيقة هذا الموضوع. ما هو التأثير النفسي اللي كان واقع على هذه الجهات؟ شنو الأسباب اللي خلتها كلها تنصاع إلى إرادة المستثمر؟
هذا المستثمر اللي هو حاول قدر الامكان يعني يستغل هذا الجانب، حوله الى مرقد، جاب له شبابيك، وبالتاكيد هو هذا الشبابيك من شبابيك مطليه من الذهب، ولاول مره ولاغرب شيء انه تطلع بالذهب ولا توجد شيء اسمه زياره. يعني هذا انت تتوجه بزياره من في هذا المكان؟ انت تبرك ممكن لانه هذه يقال يا استاذ يا استاذ يا دكتور حميد، انت ابن محافظه مقدسه وانت تعرف ماذا يعني ولاؤنا لآل البيت. واحد يسوي مرقد ويسوي امام ويجيب شباج ذهب، زين هاي الفلوس الناس الفقراء تجي تذبها بالمرقد، المحلات المؤجره، العلاقات اللي تنباع، المطاعم، الجراجات، هاي فلوسها من يراقبها؟ ماذا للدولة منها؟ مطلقا استاذ نجم لا يوجد شيء للدولة. الدولة تأخذ ضريبة، وتوقع ضريبة بسيطة، ضريبة بلدية، خدمات بلدية لا أكثر ولا أقل، وإنما كل هاي الأموال تذهب إلى المستثمر بالدرجة الأولى. وأنا أعتقد أنه هذا الموضوع لا يقف عند المستثمر، بالتأكيد أكو جهات أخرى خارج المستثمر. لا أصبر أنه اليوم عملية تدار في العراق وتدار من فرد واحد أو من جهة واحدة، بالتأكيد أكون هناك جهات داعمة وجهات ساندة وجهات وأنا أتصور أنه لو عمل تحقيق شفاف وتحقيق قضائي فاعل، أنا أتصور أنه سنصل إلى الحقيقة، الحقيقة اللي يمكن أنه الجميع لازم. يمكن أعتقد فقدنا الصوت مرة أخرى بالدكتور حميد. هاي يعني ما اعرف هاي القضايا الفنيه اخواني، لازم شوفوا لنا شنو الموضوع مالت الصوت. هذا الموضوع سيد الصيف الخطابي محافظ كربلاء، انت بالافتتاح كنت موجود بال2014 وكنت رئيس مجلس. هذا الذي يتم الحديث به الان خطير جدا، يعني انتم تصوتون على 150 مليون الى القطاره. طيب التعامل بشكل أو بآخر، أو حتى الاتصال الهاتفي مع حجي محسن، أو حتى زيارة حجي محسن إلى المحافظة، أو وجود حجي محسن بإدارة برقد أو مزار، مسألتوا أنفسكم هذا التعامل معه يندرج تحت أي غطاء قانوني؟ هذا اللي أنت لازم تحقق به، وأنا راح أظل أتابع وأركض وراكم بهاي القضية. بعدين تعال أنت السيد قائد الشرطة والمسؤول الأمني هناك، أنتم من اجيتوا خصصتوا قطاعات لحماية هذا المكان، هذا المكان مسجل عندكم رسميا أنه من الزيارات ومن المزارات. زين الوقف الشيعي، المزارات الدينية، العتبات العباسية والحسينية، أنتم لما تشوفون ناس دا تروح وبالآلاف ومقام يصير وينبني، زين ما حد سأل هذا المن؟ وليش الان طلعت هاي الفضايح بعد ما ماتت الناس؟ معقوله هذه كلها مرت؟ هل حج محسن ذكي الى هذا الحد مرر كل هذا؟ لو كل هاي الناس تدري بس ساكته، لو كو اتفاقات يجب ان يكشفها القانون، منو جاهز يا دكتور حميد؟ تفضل استاذ. انت هذا المكان زرته؟ انا رحت مره واحده لهذا المكان، بس رحت لحب الاستطلاع يعني لا اكثر ولا اقل يعني. زين، يقال ان هنالك قوه حمايه انشاها المستثمر، وهذه يسمونها قوه حمايه القطاره، لديها عجلات ولديها اسلحه ولديها باجات. زين هذه المن تابعه وتتحرك بحريتها بباج من هذا النوع؟ فعلا هذه الحقيقة موجودة دكتور حميد؟ شايفهم انت؟ هذا سؤال. يعني حقيقة أنا عندما رحت الموقع شفت قوات أمنية، يعني بقوات تابعة إلى مديرية شرطة كربلاء، وكانت هذه القوات مثل ما نعرف احنا ترتدي الزي الرسمي وتمارس عملها بضمن مسؤولياتها كقوات حماية.
هناك ليس بهذه الصيغه اللي يسمونها قوه حمايه، وانما هناك موظفين، وهو ذكر يعني اكثر من موظف، دول الموظفين قسم منهم امنيين، قسم منهم خدميين، واكثر من عشرات الموظفين انا لاحظت. كل هؤلاء الموظفين بالتاكيد يتبعون الى المستثمر، وانا اتصور هذه عمليه اكثر من طاقه مستثمر على اداره عمل بهالحجم وهالسعه، وتوفير خدمات وتوفير امن، وبنفس الوقت هناك انسيابيه عمل، انسيابيه وصول السيارات، خروج السيارات. زين، انا قبل ما انقطع الصوت يا دكتور حميد سالتك الواردات الفلوس اللي بالمزار هاي لمن تروح؟ دكتور استاذ نجم، هذه تروح بالتاكيد الى المستثمر، يعني الدولة تأخذ فقط أجور البلدية، وهي أجور خدمات بسيطة لا توازي أتصور جزء يسير جدا من المبالغ الطائلة اللي تجبى من هذا المزار الوهمي. المشكلة مو فقط هذا المزار، المشكلة احنا لدينا أكثر من مزار وهمي. بالنتيجة احنا محتاجين إلى مراجعة إلى كل أعمالنا. هذه الدولة من هي المزارات الوهمية دكتور حميد الآن التي تشخصونها وتعانون منها؟ يعني أنا أسمع يعني حقيقة في كربلاء، أنت تعرف أنه الأصل الأول والأخير في كربلاء والنجف وبقية المال، هذه مزارات تأم كل المسلمين وليس عليها أي غبار، وهي بالأساس هي لها قدسية عظيمة كونها تحمل برجالات عظام بالتاريخ والتاريخ الإسلامي والشيعي. أما بقية المزارات الأخرى اللي نسمع عنها الآن في بابل وفي بقية المناطق الأخرى اللي تظهر حديثاً، يعني اللي كان سابقا قبل 2003 لم يكن لها وجود، واما الان بدات تظهر وتعم وتعم الناس، هذه كلها طبعا بالتاكيد يعني خارج موافقه الوقف الشيعي، خارج درايه العتبات المقدسه، وبالتاكيد احنا محتاجين الى اعاده نظر. هذه كل الاجراءات اللي تمت، هذا المد العاطفي اللي استغل بعد 2003، هذا التجيش الديني الخاطئ اللي تم بعد 2003 يجب اعاده النظر فيه. احنا محتاجين الى دين فعلي وحقيقي. شوف خليني يا دكتور حميد، المعلومات اللي تصلنا من عوائل الضحايا انه المستثمر الان يهددهم، يعني هذا مثل عدة ان فوق ما قلت لك السبع يجرك على الشوك. ليش؟ لانه هو متقوي بجهات نافذة ومسلحة. يا باب الولد ترى درناها فوضى ودرناها دولة ماكو، بس ضمير ماكو، أخلاق ماكو، أي مؤلف وضحكم، ولكم ذولا آل البيت اللي الله سبحانه وتعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس تستثمرون بهم، وبعدين بعدين تلتحفون بجرذان وجرابيع مسلحين وتهددون الناس إلى عوائل الضحايا. اللي يريد يطلع وياي على هذه الشاشة وبهذا البرنامج يقول أنا تعرضت لتهديد من قبل الجهة الفلانية أو الكتلة الفلانية أو الميليشيا المسلحة الفلانية، أنا حاضر، لأنه وصلت القباحة مع الناس إلى هذا المستوى. ليش هسه فلوس جاي تأخذون؟ بس أنتوا ما تعرفون أنه الله سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات راح يفضحكم، ومو بس المستثمر، لا اكو اعضاء مجلس محافظة واحد منهم كان طالب 5 مليار، واكو اخرين متنفذين، واكو علاقات. انا اشتغل على هذا حتى استكمل المعلومات، اما ان تهدد عوائل الضحايا لا. تليفوني موجود ومراسلنا في كربلاء موجود وايميل القناة ايضا موجود، ابعثوا لي وأنا مستعد أدز الكاميرات إلى بيوتكم، لأن هذا الاستهتار يجب أن يصل إلى مستوى. ما يصير مو بهذه الطريقة، مو بهذه الكيفية. الله أعمى قلوبكم وبصائركم وانتفخت جيوبكم وماتت ضمائركم. وين حيدر؟ حيدر. نعم أستاذ نجم، في الأسباب التي كنا نتباحث بها أن واحد من أسباب هدم القطارة كانت الصندات الممدودة بالماء تنقط فعملت تشققات، هذا افتهمناه. أيضا يقال في سبب ثاني أن هذه القطارة كان لها طريق واحد يأتي من الكربلاء
إلى مكانها طوله 27-30 كيلومتر، لكن قيل أن هنالك طريق آخر قام به المستثمر مختصر نتيجة الحفر، نتيجة الدريلات، يعني تخلخلت القطارة. هل هاي المعلومة فعلا صحيحة وهي واحد من أسباب سقوطها؟ اطلعتم عليها؟ أستاذ نجم تحياتي لشجاعتك، وأكيد أيضا كلمة الحق وكلمة الحقيقة لها ضريبة ولها ثمن. طبعا هاي الأعمال اللي كانت تجري فوق هنالك مد للأشجار ومد للأنابيب، أيضا أكو عوامل حفر وتعرية يعني فوق من المنارة وفوق من القبة على مسافة حوالي 150 متر. أيضا يستطيع الزميل جاسم يعني يذهب إلى المكان ويوثقها بالصور والفيديو. هذا المكان البي تشققات أيضا هذا من ضمن الأسباب فعلا ما ذكرته أيضا صحيح. وأيضا هنالك أنباء عن تهديد العوائل، طبعا أنت ذكرت أنه إميال المفتوح، ولكن هذه الجهات الدينية الآن القطارة يعني إذا أردنا أن نتحدث بموضوع يا أستاذ نجيم راح ممكن أنت بأي مكان بأي نقطة بالعالم راح تتهدد، وممكن القناة هم تتهدد والمراسل يتهدد. ليش؟ لأن هذا المكان صراع سياسي حزبي ديني، هنالك جهة دينية الآن بدأت تحاول الاستحواذ على القطارة بعد إبعاد المستثمر، وهنالك جهات دينية أخرى أيضا في صراع آخر يا تحاول سيد ضم حيدر هذا الموضوع للنزاع. الكل متورط يا أخي العزيز، والكل يعلم حيدر يا أستاذ نجم حيدر ليسمعها الجميع. نعم احنا مو ضد فكرة من يأتي يدير جهة دينية، جهة سياسية، مستثمر، عتبة، مزارات، محافظة، لكن يجب أن يدير بعلم الدولة، يدير وفقا لقانون، يدير وفقا لتعهد، له ما له وللدولة ما للدولة، حتى نضمن حقوق الناس وحقوق الآخرين. أما أنه نافذ وعد ميليشيات ويأخذ، لا هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. أما أن تتصارعون هنالك نقطة جدا مهمة، يعني قيم مقام أدلى بتصريح، يعني كان هنالك خبير دكتور بالجيولوجيا ونبوه قبل حوالي 4 إلى 6 سنوات، ذكر لهم لا يجوز البناء على هذه الأرض لأن هذه الأرض متحركة وقد تتعرض للانحدارات. من خلال كتاب ومن خلال لقاء متلفز مع قام مقام أرسل كتاب لهذه للحكومة المحلية، ولكن لم يلتزم أحد بهذا الأمر وبدأوا بالتشييد. يعني أنا بعد ما كنت أتابع الموضوع وأقرأ، عادة في هكذا أماكن وعرة يجب أن يكون البناء في هذا الشكل حتى عندما يكون تهدم لا يأثر على جانب، أما البناء فهو كان عبارة عن فراغات، وبالتالي إذا حدث انحدار عندما كان ستكون هناك كارثة، وحدثت الكارثة عندما كان القائم مقام يعرف وهو جزء من تشكيلات المحافظة إدارياً. وأنت قبل قليل كنت تقول أن المحافظة من الحكومة المحلية نعم رصدت 150 مليون دولار، ألم يقدم لهم تقرير قال لهم أنه التقارير تقول لا يجوز البناء؟ ما قدم هذا التقرير؟ أستاذ نجم أنا ذكرت لك الكل تنصل عندما أصبح في الموضوع ضحايا. أنت الآن إشارت إلى جملة جدا مهمة، بمجرد أن تحدثنا بهذا الموضوع بدأت التهديدات تنهال علينا تهديد بعد الآخر. أنا الآن أتحدث معك وأرتدي درع بهذه الطريقة، هاي أيضا هم رسالة لرئيس الوزراء ولكل الجهات وللمرجعية ولكل من يهتم بموضوع الإعلاميين وإيصال صوت الحق. بهذه الطريقة بدأوا بتهديدنا بصريح العبارة بطريقة أو بأخرى، ولكن طريق الحق واضح، هذول الضحايا من واجبي واجب أستاذ نجم ندافع عنهم. الآن هم عند ربهم وانتهوا، ولكن واجبنا الإعلامي والإخلاقي والإنساني أن نبقى أن ندافع عن هؤلاء الذين ذهبوا ضحايا، والسبب الحكومة المحلية وأعضاء مجلس المحافظة ومن أعطى موافقات من الدوائر الحكومية في مدينة كربلاء وشيد هذه القطارة التي هي ضعيفة في كل الروايات. وأما الكتاب الذي أشرت له يا أستاذ نجم فمن مسؤولية قام مقام كان عليه أن يخاطب وزارة البلديات وأن يخاطب وزارة الزراعة وأن يخاطب كل الدوائر المعنية حتى لا تحدث هذه الكارثة. أنا قبل يوم ذهبت يعني صورت في المكان
والله يعني لم استطع الدخول، يعني على ما اعتقد هنالك بقايا او دماء لهذه الفتاة البالغة من العمر 14 عام، يعني مشاهد جدا مؤلمة ومشاهد ايضا بنفس الوقت هي تثير السخرية، هنالك ضريح وشباك وعلقات، بالتالي يحاولون التلاعب بمشاعر وعواطف الناس حتى يتكسبون الأموال بطرق غير شرعية، بطرق وهمية، وبالتالي الكل يتفرج. طبعا أستاذ حيدر، والعجيب بالموضوع أستاذ حيدر، السيد محافظ كربلاء المحترم، أنا أتمنى على حضرتك لخطورة الموضوع ولحساسية هذا الموضوع، طالما هنالك ضحايا وطالما هنالك إهمال وطالما هنالك صراع قذر على المال من جهات تعتقد أنها نافذة، أنا أدعوك مخلصا أن تظهر معي لتوضيح الحقائق. أنت تعرف أنا لا أقصي أحد ولا أريد أن تكون هنالك مغالطات في أي موضوع من الموضوعات التي أتناولها، فحفاظا واحتراما لدماء الناس ولأجل هذا الصراع الأكبر، أنت بحكم مسؤولياتك كمحافظ ورئيس مجلس محافظة أدعوك مخلصا أن تظهر في حلقة لتوضح لنا كيف جرت الأمور وكيف سيتم العمل مستقبلا بهذا الأمر، لأننا لا نريد أن يكون طرفا على حساب طرف، البلد لا يتحمل الصراعات، وأنتم مسؤولين في محافظة مقدسة وحساسة جدا، أحداث من هذا النوع قد تثير الفتة بين الناس. خلص القضية صارت، لكن هنالك ضحايا وهنالك متهمون وهنالك تقارير تقول أن هذه الأرض لا يمكن البناء عليها، فلا بد أن تظهر لإظهار الحقائق كما هي. دكتور حميد، أترك لك التعليق أنت على ما كنت قد سمعته أنه المسؤولين في الإدارة المحلية بدرجة القائم مقام لديه تقارير لا يمكن البناء عليها، ومع هذا تم البناء وتجاوز كل هذا. أستاذ نجم، أولا أحيي فيك هذه الروحية وهذه الاستماتة الحقيقة عن الحق، وصوتك سمع مسموع، والتأكيد اليوم في كربلاء قد يعلم الأخوان جميعا، الأخ جاسم والأخ حيدر، أن الموضوع أصبح موضوع رأي عام وخرج من الغرف المظلمة والغرف المغلقة، وتحول أنه الآن الكل يسأل عن الأسباب، عن هذه القطارة، من بناها، من أعطى الإجازات، وكيف تم استثمار الأموال بها، وغيرها من الأسئلة الكثيرة التي تثار، وهذه الأسئلة بالتأكيد تحتاج إلى إجابات. لذا أول إجراء اتخذ السيد المحافظ هو أغلق القطارة بدءا، ثم شكلت لجنة. أنا أتمنى أن تكون هذه اللجنة تتسع ولا تبقى هذه اللجنة لجنة محلية على مستوى كربلاء، بل هذه اللجنة تتوسع بحيث تكون هناك من القضاء، من مجلس القضاء الأعلى، من الوكالات المتخصصة، من الوزارات المتخصصة، وبالتأكيد نريد نتائج واقعية، نريد هذا التحقيق. يا دكتور حميد، يعني أنا أعرف الآن كربلاء بها منجز، كربلاء بها إعمار، كربلاء اختلفت تقدمت إلى الأمام يا سيد نصيف الخطابي، فكربلاء لا تتحمل هؤلاء الذين يراهنون على هكذا أشياء. أرجوك يا سيد نصيف الخطابي، أنتظر منك تليفون، وكذلك أنتظر أي رسالة من عوائل الضحايا إذا صدقت أن هنالك تهديدات ضدهم من هذا الطرف وذاك الطرف، أو خلي يسمعوها اللي يعتقدون أنهم منافذين، ألا تقتلون الشعب العراقي كله حتى تبقون أنتم يلا يضيع حقوق العراقيين. لا، ترى اللي يشيل سلاح ويقتل بالظلمة هو جبان. عم تذكروا، مهما علوتم ومهما ملكتم ومهما كنتم ومهما وقف بظهوركم من الغمان، فإن إرادة الله والحق أقوى من الجميع. شكرا للدكتور حميد الهلالي، شكرا للسيد حيدر هادي، شكرا لمراسلنا جاسم الهميم على هذا الجهد الخير. سنبقى لطريق الحق سالكين. تحياتي.